السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إسلام وراسنا، كنت زميلكم درست بجامعة بلوتكنيك فلسطين هندسة حاسوب، وأنا اليوم مهندس حاسوب في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبكمل ماجستير ذكاء اصطناعي كمان في جامعة البلوتكنيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالبداية حابب تعرفوا أني فخور جدا كوني شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة، وسأبدأ كلماتي بأكثر مقولة آمنت فيها في حياتي، والتي تقول أن الإعاقة ليست إعاقة الجسد، وإنما إعاقة الفكر والروح، إعاقة الإرادة. فعندما تتوفر الإرادة الصلبة يستطيع الشخص أن يوظف قدراته ويتجاوز العقبات ويحقق الأهداف مهما كبلت جسمه القيود. فهناك الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لم تعيقهم إعاقتهم عن تحويل حياتهم من قصص نجاح، تحويل حياتهم من حياة عادية إلى قصص نجاح ناتجة عن إرادة صلبة وإصرار على تحقيق الأحلام والوصول إلى الأهداف. من بداية حياتي لعمر 18 سنة عشت حياة عادية، كنت بمشي، كنت بركض، كنت شاب رياضي، مارست لعبة الكونفو، مارست لعبة الكاراتيه، قتال الشوارع، وكنت بلعب حديد، يعني نوعا ما كان جسمي قوي. ولكن بتاريخ 30/5/2015، التاريخ اللي بقدرش أنساه طول حياتي، بتعرفوا ليش؟ لأنه بهذا التاريخ انقلبت حياتي 180 درجة. ما انقلبت للأسوأ من وجهة نظر، انقلبت للأحسن، انقلبت من حياة عادية لحياة مليئة بالتحديات والمغامرات والنجاحات. نرجع للتاريخ 30/5/2015، بهذا اليوم قدمت آخر امتحان تجريبي. اي نعم، كنت توجيهي وكنت بالمرحلة النهائية منه، كان ضايل لامتحانات التوجيهي تقريبا شهر فقط. في هذا اليوم كنت ماشي مع اصحابي بعد صلاة المغرب، بلشت احس بوجع اسفل قدماي. بالبداية كان وجع بسيط، فقلت هذا شد عضل وبروح لحاله، فما اعطيته اهتمام. لهيك كملت مشي، ولما اجى وقت صلاة العشاء رحنا لنصلي العشاء انا واصحابي في المسجد. بلشت أصلي وما كنت بعرف أنه هاي آخر صلاة راح أصليها وأنا واقف على رجلي. صليت بسرعة لأنه كان الوجع بيزيد، ولما طلعت من المسجد حكيت لأصحابي يوصلوني الدار لأني حاسس حالي تعبان. وصلت الدار بصعوبة، لما وصلت الدار استلقيت على الكنبة، وكان بهذا الوقت الوجع طلع من رجلي ووصل لظهري. بهذا الوقت وبدون ما أعرف كان في حرب عنيفة، حرب شرسة في جسمي بين التهاب فيروسي وخلايا النخاع الشوكي. ما كنت بعرف عن هذا الموضوع، لهيك اعتبرت وجع عادي لكنه كان شديد، لهيك خدت حبة مسكن وحبة منوم وخف الوجع شوي ونمت. صحيت الصبح، جيت بدي أقوم عادي زي ما بقوم كل يوم، لكن ما قدرت بحرك برجلي، ما في حركة نهائيا. استغربت بالبداية، استغربت، حملت حالي، ساعدوني إخوتي وأبوي ورحنا على المستشفى بسرعة. بالمستشفى بالبداية استغربوا الموضوع، استغربوا كثير وما عرفوا شو السبب اللي وصلني لهيك. بس بعد كم يوم وبعد ما عملوا لي أكثر من صورة اكتشفوا إنه في التهاب فيروسي دخل النخاع الشوكي ووصل لأخطر منطقة في جسمي واللي هي النخاع الشوكي. قضى على أغلب الخلايا الموجودة في أسفل العمود الفقري عندي، قضى على أغلبها مش كلها، لهيك الإحساس ضل موجود لكن الحركة راحت نهائيا. لما سمعت بهذا الحكي انصدمت صدمة كبيرة، دخلت بحالة اكتئاب عميقة. قلت ليش أنا؟ وبهذا الوقت حكولي إنه حالتك هاي نادرة ونسبة حدوثها 1 على 1,000,000. قلت ليش أنا من بين 1,000,000 شخص؟ امبارح كنت بمشي واليوم بدون أي مقدمات صرت مقيد ومكبل بهذا الكرسي. بهاي الفترة حزنت ودخلت بحالة اكتئاب، يعني كان وضعي مش تمام بالمرة. ولكن طلع من جواتي صوت بهذا الوقت، لاني توجيهي، طلع من جواتي صوت بحكي لي انه امتحانات اللجنة على البواب وما ضل لها وقت، فيش وقت للحزن والاكتئاب والحكي الفاضي هاد كله. هو كان من المفترض اني اجل امتحانات، تقديم امتحانات اللجنة للسنة اللي بعدها، لكن كمان كنت بديش أضيع تعب لدراسة اللي تعبته طول السنة. لهيك صرت أمام أصعب تحدي بتعرض له في حياتي،
حزني على الإشي اللي صار معي من جهة، وامتحانات اللجنة اللي ما ضل لها إلا كم يوم من جهة ثانية. قرأت الحديث اللي بقول إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وقرأت الآية اللي بتقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله لا يعلم وأنتم لا تعلمون. في حديث سيدنا عمر بن الخطاب بيقول ما أبالي لو أصبحت على ما أحب أو ما أكره، لأنني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. هون فهمت أنه الابتلاء رحمة من رب العالمين، وأنه صحيح بظاهره شر لكن في باطنه بكون فيه خير كبير. وأنا بجزم أو أكاد أجزم أنه لولا إعاقتي ما وصلت اليوم للي وصلت له. ارتفعت معنوياتي بعد هذا الحكي، ولقيت شوية تحفيز وتشجيع من أهلي ومن أصحابي ومن طاقم المستشفى. كنت وقتها بجمعية بيت لحم العربية للتأهيل لأخذ العلاج الطبيعي. بالمستشفى وفروا لي غرفة منفصلة لأدرس فيها، وبعد هذا الإشي وبعد ما شفت هذا التحفيز والتشجيع والاهتمام، قررت أني أترك كل إشي صار معي ورا ظهري، وأنعزل بشكل كامل عن العالم الخارجي، وأبلش أدرس بشكل مكثف لأقدر أعوض كل الأيام اللي راحت علي. وبالفعل كنت بحصل على العلاج وبروح للغرفة لحد أدرس. بفضل الله قدمت الامتحانات بالجامعة، وبنهاية الأمر حصلت على معدل 87.8 في الفرع العلمي. بهذا الوقت حسيت بلذة نجاح وانتصار ما أتوقع حس فيها اللي جاب 99. بستاهل زقفة. وأخيراً وبعد ما خلصت امتحانات بعد ما خلصت رحلة علاجي، رجعت للبيت، لكن ما رجعت على رجلي، رجعت على الكرسي المتحرك. بهاي الفترة صار معي تحسن، لكن ورجعت الحركة لرجلي، لكن الحركة اللي رجعت ما كانت كافية توقفني على رجلي، وعلى عم أمل أنه بيوم الأيام الحركة تزيد عندي وأقدر أوقف على رجلي. بعد فترة من قعدتي بالدار إجا وقت أختار التخصص وأبلش الحياة الجامعية. بالبداية يعني سمعت كلام كثير إنه كيف بدك تكمل جامعة وأنت بوضعك هاد، كيف بدك تدرس 5 سنين جامعة تروح وتيجي على الجامعة مواصلات وكيف وكيف وكيف. لكن كنت أطنش كل هذا الحكي، وكان في مقولة ضل ببالي أن من لا يسمع سيضطر العالم إلى سماعه يوما ما. اخترت تخصص هندسة حاسوب، وما كان اختياري لهذا التخصص بمحض إرادتي. اخترته لأنه العمل بمجال الحاسوب مناسب وموائم لوضع الصحي. وكمان اخترت جامعة البوليتكنيك لأنه الجامعة الوحيدة بالخليل بتعطي تخصصات الهندسة، وكان أكبر مخاوفي ألاقي جامعة البوليتكنيك مش موائمة للكراسي المتحركة. ولكن الحمد لله لما جيت على الجامعة وبلشت دراسة كنت أتنقل بحرية بين المباني والقاعات. واجهت بعض الصعوبات في أثناء دراستي في الجامعة، لكن بتعاون طاقم الجامعة قدرت أتغلب عليها كلها. ولأن من لا يشكر الناس لا يشكره الله، أتقدم بالشكر الجزيل لطاقم جامعة بوليتكنيك فلسطين الإداري والأكاديمي، وما بنسى الطاقم الجميل والرائع اللي هو طاقم الأمن، لأنه بصراحة أكثر طاقم تعاون معي. كان معي كرسي متحرك كهربائي، ما كنت أروحه معي على الدار لأنه ثقيل، فكنت أخليه عند الأمن لما يخلص شحن هم يشحنوه، ولما يتعطل هم يصلحوه، يضطروا مرات يخدوه سياراتهم يصلحوه بالمحلات. ربنا يجزيهم كل خير. بعد ما خلصت دراسة بكالوريوس هندسة أنظمة الحاسوب في جامعة البوليتكنيك، قررت كمان أكمل دراسة الماجستير في الذكاء الاصطناعي كمان في جامعة البوليتكنيك، لأني صرت بصراحة أحس أنها بيتي الثاني، بحس فيه بالأمان والطمأنينة. كملت دراسة الماجستير، ما كملت يعني بلشت دراسة الماجستير مع العمل كمساعد بحث وتدريس في الجامعة. وبعد ما أتممت سنة من دراسة الماجستير والعمل كمساعد بحث وتدريس، تم بفضل الله قبولي كمهندس حاسوب في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. فرحت كثير أني انضميت لوزارة الاتصالات، ولكن هذا مش نهاية المشوار والحكاية بقية.
رسالتي أخيرا، رسالتي للأشخاص ذوي الإعاقة، لا يستسلموا إلا صغار العقول، فالإنسان ما دام حيا يستطيع أن يصنع المعجزات. لا تدع من إعاقتك معيقا يعيقك عن تحقيق أهدافك، فأنت قادر على النجاح والتفوق في أي مجال تختاره، كون الإرادة والأمل هما المفتاح الرئيسي لتجاوز التحديات وتحقيق الأهداف. اجعل من إعاقتك مصدرا للقوة والإلهام تتحدى به جميع التحديات والصعوبات، ولا تنسى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.